يستحق فالذي لا يدركه بعض الايمان فلا ينابه غوص الفتن. ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فبسم الله وبالله وبذكر ولي الله. اللهم قل لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى قضائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه